أهلا بكم من جديد. ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها عن تمكن 5 فرق إطفاء من سيطرة على حريق اندلع اليوم في كراجات بمنطقة الشويخ الصناعية. وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء باشرت بعملية مكافحة الحريق الذي التهم 5 كراجات متلاصقة بمساحة 3000 متر مربع، مشيرة إلى أن الحادث لم يوقع أي إصابات بشرية واقتصر على أضرار مادية فقط.